عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية مقدسية وين ما كنتوا إنما كنتوا من القدس. طبعا اتصال من جار لأنه داخل عنده سكير صغير على جوا المحل. طبعا تحياتنا لكم والسلام على هالغيبة الحلوة، اشتقت لكم حبايبي. طبعا مش مشترك بالقناة يشترك بالقناة وفعلوا زر الجرس وحطوا لنا دايما بتعليقات ليصل الفيديو لأكثر ناس من وراء تعليقاتكم واشتراككم. طيب خلينا احنا نروح على الصقر نشوف شو موضوعه. بلزمنا اول اشي كفوف لانه ممكن نمسكه في ايدنا يكون لانه هو احد الطيور الجارحة. تمام، وخليكم معنا. عند الصديق اللي هو ايمن، اللي هو طبعا هاي الصقر. يا سلام ما شاء الله. فوت طيب صديقي ولا زبون. طيب صديقنا ايمن السكر لحاله دخل صح؟ صحيح. طيب عادي يا اخوان، بصير انه اللي عنده الباب بيكون مفتوح زي ما انتم شايفين. سكيري طبعا. ما بروح تركيز. يعتبر من الجوارح. طبعا هذا سكيرة مش سكر. السكر بيكون أضخم شوي. بيختلف عن النسر بكثير. النسر بيجي جناحه متر ونص، هذا بحجم الحمامة. تمام؟ شوفوا كيف عن قريب. طبعا هذا لكل كثير ناس مربين حسون كنار، اي حدا من الطيور الزينه بيعانوا من هذا الجارح انه بيجي بيعلقوا طيرهم على الشمس يشمسوه، فبيجي بقطع بس الراس وبروح. طبعا شوفوا كيف منظره واقف، النظر عنده قوي جدا لانه هو عارف اني انا قباله، تنفسه سريع. ولكن شوفوا طلع كيف؟ طلع ما شاء الله الصفار اللي بوجهه. بسم الله ما شاء الله. طبعا هذا السكيري أو السكر. جناح سليم، كل شيء سليم. يعني لو فوتوا على الغلط بالغلط على المحل، لو الفوتة طلع كيف. لو نحكي انه فوتوا على المحل بسبب كسر جناح، بس الجناح عنده سليم زي ما انتم شايفين. ممكن يكون حدا مربيه لانه انا شايفه أليف. طلع كيف، مش راضي يعض. لا هي عض. طلع ما شاء الله. طلع على اللون، سبحان الله، لون جميل جدا. طلع كيف. احنا شو بدنا نعمل فيه؟ بدنا نطلق سراحه. طلع المخالب عنده. قلت لك صراحة على الطبيعة. لا. ما شاء الله. عرف الصقر يشوي. الصقر داخل شكله يعمل شروة أحذية. طبعا المحل عبارة عن ألبسة شبابي أو رجالي للأحذية. بحكوا له المحل، إيش اسم المحل؟ أورجينال سبورت. عنوانه عنات الشارع الرئيسي مقابل محلات بعصر أو بمحلات بعصر. طبعا الأحذية طلعوا، أنا بحب أنواع الأحذية. تمام،
يعني انواع كثير مرتبه. فشكل الصقر يا اخوان داخل يشتري حذاء ولا داخل تشتري حذاء؟ طب تعال نفرجيك الاحذيه يا صقر بما انك داخل بدك تشتري حذاء. طلع اللي بيعجبك كل اللي عليه. لا بتفرج زي الشاطرين. انو حذاء بدك؟ لا لا هلا اجيب هلا. شكله فيش احذية على كده. وبهيك احنا بنختم لكم الفيديو. طبعا رح نطلق سراحه للصقر. زي ما قلنا لكم لما تشوفوا هذا الطير الصح انك تطلق سراحه. هلا في ناس بتحب تربيه اخوان ولكن تعرفوا انه هذا عليه مخالفة طبيعة صحة وبيئة. يعني ممكن بما يقدر المخالفة تعيته بتقرب على 1300 دولار. انت بتحكوا على 5000 شيكل مبدئيا اول مرة، ثاني مرة بيصير عليه محكمة، ثالث مرة بتتغرم اكثر من 50000 شيكل. ده بتطب نهاية الشغلات اللي بتخص الطبيعة. لذلك النصيحة هي دايما لكم دايما وما بتشوف الطيور الجوارح او الطيور البرية ما بدكم اياها، الافضل ان نطلق صراحة. انا هون في تجمع سكاني كبير. تجمع السكاني يا اخوان ما بسمح لي اني انا اطلقه بالمنطقة هاي، فاحنا لازم نروح على منطقة جبال بعيدة لانه هذا بحب المناطق العالية الجبال العالية. بنطلق صراحة هون ممكن حدا يمسكه ويعمل فيه اشي، فاحنا حفاظ عليه نطلق صراحة. فتحية مقدسية وين ما كنت اينما كنت من القدس، السلام عليكم. سكيري او السكر عنا رح نطلق صراحة زي ما كنا لكم. خلينا احنا حفاظة عليه نشربه مي نطعميه وانتظروا الفيديو الجزء الثاني باطلاق سراح اللي هو وحوح نسميه.